ده ولا ولا شاطر يا شاطر يا شاطر يا هو ده هو ده هو ده هو في دولة الجزائر طلبوا مننا ان هم يشوفوا غضب. احب اشكرهم انا بقى مش هم اللي يشكروني ان انا نازل. بس احنا ايه اللي طلبت معانا ان احنا نقوم نشتغل بالليكتر؟ اما انت بص للقطه ولا لك جابي ولا لا ها لا ها شاطر يا شاطر يا شاطر يا برافو هذا برافو يا بلو قد ايه. ركز معايا ركز معايا فكر معايا. الناس اللي على اليوتيوب هنجرب معاه العصايه من سنه ونص لسه فاكر شراسه. محدش يقول مين الراجل ده. لابس قناع، القناع ده احنا بنشتغل بيه في التدريبات. انا طلعت غضب من العنبر مخصوص عشان واحد مشترك عندي، عشان مشترك عندي. اقعد مؤدب اقعد مؤدب. عليا النعمه ابو الرجوله كلها. مش عارف بصراحه مش عارف ما تكذبش عليك. بس شاطر يالا ايه ده بس كده شاطر يالا ولا ايه ده ايه ده ايه ده يالا ولا ايه ده ولا يلا ايه ده شاطر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا نزلنا مقطع صغير ان احنا هنشتغل مع غضب والوقت خدنا وحسبناه حلقة تانية خارج الموضوع خالص. بس معلش يا جماعة انا اسف بالحلقة اللي حصلت دي. تعالوا نيجي بقى في حلقة جديدة وهتكون الحلقة دي كلها مع غضب. بناء على الناس اللي في دولة الجزائر طلبوا مننا ان هم يشوفوا غضب، احب اشكرهم. انا بقى مش هم اللي يشكروني ان انا نزل الحلقة، احب انا اشكرهم. شكرا لكل دولة الجزائر ان في ناس جميلة متابعة اسامي كلابي كلب كلب، متابعة الحلقات بتاعة المزرعة حلقة حلقة. احب اشكركم جميعا. تعالوا بقى نتكلم شوية قبل ما نشوف غضب هيعمل ايه. انت عمال تبص للقطة ولا مالك دعوة بيها ولا القطة دي بتاعتنا. تمام. طبعا يا جماعة غضب بقاله فترة في العنبر، يعني آخر مرة ضربنا فيها غضب على الشراسة في المكان القديم. يعني بقاله قد إيه؟ بقاله قد إيه؟ ركز معايا. ركز معايا، فكر معايا. الناس اللي على اليوتيوب معايا المتابعين هيقولوا هيردوا في الكومنتات، بقاله دلوقتي دخلنا في حدود سنة ونص. سنة ونص غضب مفيش حد حاربه ولا دربه شراسة. كل الفترة اللي فاتت دي كان كل دماغه جوازات، كلب بيتجوز وكلب قاعد في العنبر بياكل وبيشرب وبينام وبيعمل حمام وبيتجوز. طيب هل النهاردة دلوقتي والله العظيم أنا طلعت غضب من العنبر مخصوص عشان واحد مشترك عندي، عشان مشترك عندي، هل النهاردة غضب لما نطلعه دلوقتي ويبدأ حد يحاربه هل الكلب هيشتغل؟ مش عارف بصراحة مش عارف ما اكذبش عليكم. بس تعالوا كده نجرب مع غضب. احنا معانا محمد دلوقتي ورا الاستاند. تمام. ومعانا غضب دلوقتي قدام الإضاءة بتاعت الكاميرات وفي الاستوديو، يعتبر في الاستوديو. عايزين نجرب مع غضب كده ونشوف رد فعله ايه. جاهز يا حمام؟ جاهز. طيب انا هنشجع غضب وانت كل ما عليك قدام الاستاند وهترجع تاني. غضب مسك يلا ايه ده ولا شاطر شاطر ولا ولا ايه ده ولا يلا ايه ده شاطر ولا شاطر يالا ايه ده ها ولا 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 ايه ده مسك يلا ايه ده غضب راجل يالا راجل يالا راجل يالا صور من قدام شاطر يالا ولا راجل راجل انت راجل راجل يالا ايه ده بس كده ايه ده ايه ده ايه ده شاطر شاطر بس خلاص بس بقى عيب. لا اعمل رجلك كده عشان سلسله. ثانيه واحده ثانيه واحده. طبعا يا جماعه حفاظا على محمد لان محمد هو اللي بيتعامل مع غضب وبياكله ويشربه. احنا ملبسين محمد قناع. تعالى هنا حمو. طبعا محمد لابس قناع يا جماعه. ده محمد حبيبي اهو عشان محدش يقول مين الراجل ده. لابس قناع. القناع ده احنا بنشتغل بيه في التدريبات. طبعا حفاظا على محمد. خش تاني. هو شافك بقى هيغزك هيغزك راجل يالا. طبعا ده رد فعل غضب. هنكمل معاه وهنجيب دراع كمان ونشتغل بيه. يلا ايه ده مسك يالا ايه ده مسك ايه ده برافو ولا ايه ده ايه ده اضرب هنا امسك كده ولا راجل يال. بس عايز نجيب لك دراع يا حمو وتشتغل كده معاه. ولا احلى راجل في الدنيا احلى غضب في الدنيا
تصدق بقى انا هنزلك تاني من فوق بقى ونطلعك بره وتدور هنا كده وتسيع وتنحرف؟ ايه رايك؟ خش كده غضب. ايه ده؟ مسك ولا مسك مسك مسك. شاطر يالا. ايه ده؟ بس كده شاطر يالا ولا. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده يالا؟ ايه ده يالا؟ هو ده هو ده هو ده. اوعى يجيب رجلك. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده يالا؟ ها ها ولا ها. امسك كده امسك كده ولا ها ها. برافو برافو غضب. برافو غضب. ها ها اضرب عليه عليه اضرب عليه اضرب. مش جامد مش جامد اضرب عليه مش جامد. ايوه كده ايوه كده اضرب. راجل يالا راجل يالا. اقعد مؤدب اقعد مؤدب اقعد مؤدب. علي النعمه ابو الرجوله كلها. بس 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 لا سيب لا طبعا. ايه عايز ايه؟ لا 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 ايه طبعا. زي ما شفنا كده يا جماعه غضب تحول اول لسه فاكر من سنه ونص سنه ونص انا اللي دربته شراسه. من سنه ونص انا اللي خليته يمسك الدراع والحاجات دي كلها. هنجرب معاه العصايه. من سنه ونص لسه فاكر شراسه طبعا كلكم اكيد. وعلى فكره الحلقه دي انا حابب انزلها للناس القديمه بس يعني الناس القديمه عشان هي اللي فاكره الكلب ده. الكلب ده كنتوا فاكرين اول ما جبناه وقصينا ودنه طبعا ما كانش بينطق كان هادي خالص لايام ما كنا بنسيبه في الشارع. تمام دلوقتي احنا بنشتغل مع غضب بعد سنه ونص. تمام يعني ما يقارب من يوم ما اشتريناه سنتين. تعالوا دلوقتي انا عايز نجيب عصايه ونجرب كده مع غضب. ابو الرجاله ابو الرجاله نظرتك نظره خباثه. جدع غضب شاطر شاطر. ايه تعال تعال يلا. ايه ده ايه ده؟ بس كده بس كده اديله يلا بس بس كده. شاطر 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 غضب شاطر يالا. هلا ها هلا ها. شاطر يالا شاطر يالا شاطر يالا. برافو غضب برافو يالا. هو ده غضب يالا. راجل يالا راجل. سيب محمد سيب سيب عشان هو بيشدك ناحيته. ايه ده؟ علي النعمه انا مش هنقول غضب انا هنقول اسد. اقعد بقى اقعد اقعد شاطر. بس طب بنقول لك ايه؟ عايزين نجرب الهجمه. ايه رايك؟ يعني نلبس كمامه؟ طبعا غضب انت لو لبست البدله هيعمل شغل جامد صح؟ بس الخوف بقى ان القبضه بتاعته مع البدله لا هتجيبك 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 يعني. تمام؟ بس احنا ممكن نعمل برضو ايه؟ الاستحراصات بتاعتنا. تمام؟ انا عارف ان الجمهور مبسوط من الحلقه دي. عارف ان الحلقه دي هتضرب نار. انت مش مبسوط انت قلقان. طيب انا هنجيب كمامه وما تقلقش انا معاك برضو يعني وربنا معانا. ياسين طبعا انت غضب انا هنجيب لك كمامه. بس احنا ايه اللي طلبت معانا ان احنا نقوم نشتغل بالليل كده عشان متابع معانا على القناه؟ واحنا نقوله للمتابع نقوله للمتابع عيننا الاثنين ليك صح يا ابراهيم؟ يا اخويا على الدلع. تعال تعال. ايوه كده ايوه كده. وشك فين؟ انا مش عارف ايه؟ هتوحشني؟ ابراهيم انت بتقول لي محمد هتوحشني؟ ليه يا ابراهيم ما تخافش خليها لله.
جريه ابراهيم يا سوسن اللي ماسكاه ولا ايه؟ امال ايه يا ابراهيم؟ انت بتربك محمد يعني؟ ولا حمو؟ خافش يا باشا. طبعا يا باشا اوعى رجلك. اهدى عليا اهدى عليا لما نحل. جاهز ولا ولا غضب يالا خش. ايه ده ايه ده يالا ايه ده الاسد ده ايه ده ولا ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ولا ولا شاطر يالا شاطر يالا شاطر يالا هو ده هو ده هو ده هو ده ما تخافش ما تخافش ما تخافش الحقوني ولا بس كده بس كده ها ولا ايه ده 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 غدا غدا ايه ده غدا 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 تعالى هنا في الاضاءه بس خلاص هنا يا محمد هنا هنا بس وقت تنزل على الحديد يلا يلا غدا خش غدا ها بس كده غدا محمد قال ايه غدا تخافش يا عم غدا ولا تعال حط ايدك عليها يا محمد تعال تعال اقعد حط ايدك عليها ايه حط ايدك ما تخافش طبطب عليها طبطب طبطب ايوه طبطب عليها ولا ده بيحضن برجله ده بيحضن برجله تعالى هنا يا محمد تعالى هنا يا حمو هنا هنا يا حمو عشان الاضاءه بس ما تخافش ما تخافش الكمامه مش هتنخلع مش هتنخلع والله تعالى هنا يا حمو هنا بص حاضن برجله ازاي يا ابني ما تروحش هناك يا ابني مش هتنخلع الكمامه تعالى هنا يا حمو هنا ايوه هنا ما تروحش هنا انزل على طول بس كده بس كده بس كده بص حاضن برجله ازاي بس كده ولا ولا محمد مرعوب محمد كل تفكيره في الكمام هي مسكته جامده هو بيمسك جامد بس بقى ايه احلى مسا عليكم يا جماعه تحياتي لكم جميعا وتحياتي لكل الناس اللي متابعانا طبعا ده غضب شويه لعب كده خفاف مع محمد محمد كل فكرته ان هو قلقان ان الكلمات انخلع طب تيجي نخشه تاني كده بص كده 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 تخش كده لا انا اسود طبعا قبضة البيتبول يا جماعة بتبقى قبضة غبية جدا ومسكته غبية جدا انا هنسيب السلسلة حمو وهو هيقعد عادي قبضة البيتبول بتبقى قبضة غبية جدا خلاص يا غاضب خلاص يا غاضب خلاص عيب بتبقى قبضة غبية جدا يا جماعة طبعا البيتبول معروف كلب غبي كلب عنده ضغط في وقوة في المسكة بتاعته طبعا وبالذات اللي هي بالشكل بتاع غضب كده بالاحجام دي طبعا ربنا يبارك فيه يا رب وعايز كلكم بس في الحلقه دي تكتبوا لنا في الكومنتات بسم الله ما شاء الله وتحيه للاخ اللي كتب لنا كومنت ويا ريت تكون الحلقه عجبتك تحياتي للجميع والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته الكابتن البارح في اعلى المزارع هوم دوكس في ضمانهم
رجوله ومجدع وست ومسمع اخونا الكبير ابو نور شرف بلدنا ومنه استفدنا ابو نور حبيب الجمهور.